بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد عبر هذه منصة تعلم عن بعد. اليوم لدينا درس جديد وهو الكسوف والخسوف، مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. نبدأ بتقديم تساؤل: ما هو سبب ظاهرتي الكسوف والخسوف يا ترى؟ إذن قبل أن نعرف سبب ظاهرة الكسوف والخسوف نضع فرضيات. نعم، منها يمكن أن يرجع السبب إلى تغيب الشمس ثم تشرق من جديد، أو تحجب الشمس القمر مدة من الزمن، أو يسقط ظل القمر على الشمس. إذن ممكن من هذه الفرضيات نعرف سبب ظاهرتي الكسوف والخسوف. إذن سنبدأ بكسوف الشمس أولا. يحدث الكسوف عندما يقف شيء بينك وبين شيء آخر فيعيق رؤيتك لهذا الشيء، وهذا هو تعريف الكسوف. نعم، قلنا يحدث الكسوف حين يقف شيء بينك وبين شيء آخر فيعيق رؤيتك لهذا الشيء. إذن نرجع إلى الفضاء، نعرف أن القمر يدور حول الأرض دورة كاملة، وخلال دورته يمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس وينعكس ظل القمر على سطح الأرض، وهذا ما يسبب كسوف الشمس. إذن هكذا يحدث كسوف الشمس. وكخلاصة، كسوف الشمس هو عندما تكون الأرض والقمر والشمس في استقامة واحدة، ويكون القمر في المنتصف حيث يلقي القمر ظله على الأرض، ويمكن مشاهدة قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء. الآن سنمر إلى خسوف القمر. إذن لنتعرف كسوف القمر، لاحظنا في الدروس السابقة أطوار القمر وكيف أن القمر يظهر على أشكال مختلفة كالهلال والربع الأول والربع الأخير ثم بدرا. ولكن هل رأيتم قمرا أحمر من قبل يا ترى؟ إذن ماذا يحدث خلال خسوف القمر؟ كما تطرقنا سابقا أعزائي أن القمر يظهر بأشكال مختلفة في مواقع السماء، وهذا راجع كونه يدور حول الأرض دورة كاملة خلال الشهر كما تلاحظون. وكذلك يمكن أن يرجع السبب دوران الأرض حول الشمس، وخلال فترات تكون الأرض بين الشمس والقمر في خط مستقيم، وهنا تحجب الأرض بعض من ضوء الشمس وتعكس ظلا كبيرا على القمر، وهذا يا أعزائي ما يسمى بخسوف القمر. ولكن هذا الظل الذي تعكسه الأرض عن القمر ليس أسود بل القمر أحمر. خلال الخسوف يكون أو يظهر القمر أحمر، ولذلك لأن ضوء الشمس من خلف الأرض يمر بالغلاف الجوي الأرضي فينعكس على القمر. إذن كخلاصة تحدث ظاهرة خسوف القمر عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران أو في حالة إقران كوكبي كامل، حيث يحجب ظل الأرض أو لظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر كما تلاحظون. هذا هو الكسوف والخسوف. إذا ننتقل أعزائي إلى تمرين تطبيقي. اكتب اسم الظاهرة التي تحدث في كل حالة عندما يكون القمر موجود بين الأرض والشمس، ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ وكذلك عندما تكون الأرض هي الموجودة بين القمر والشمس، ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ نعم، الآن إذن نعم أحسنتم أعزائي، عندما يكون القمر بين الأرض والشمس تكون كسوف الشمس، وعندما تكون الأرض موجودة
بين القمر والشمس في استقامة واحدة فتكون ظاهرة خسوف القمر. أحسنتم. لننتقل للكتاب المدرسي الصفحة 79 درس كذلك الكسوف والخسوف الحصة 15 المفيد في النشاط العلمي. إذن سنبدأ على بركة الله. ألاحظ وأتساءل، حدثت ظاهرة الكسوف الكلي بالمغرب سنة 1984 حيث اختفت الشمس نهارا لمدة 7 دقائق تقريبا، وحدثت ظاهرة الكسوف الجزئي سنة 2006. ما سبب حدوث ظاهرة الكسوف يا ترى؟ إذن لابد قبل الإجابة نضع كذلك بعض الفرضيات كما لاحظناها في الشريط السابق الذي يكشف لنا شرح مبسط ومفصل عن ظاهرة الكسوف والخسوف. نعم، قلنا مثلا يمكن بسبب غياب الشمس وإشراقها من جديد، أو عندما تحجب الشمس القمر فترة من الزمن، أو كذلك عندما يسقط ظل القمر على الشمس. هذه كلها فرضيات، ومن أجل التحقق من هذه الفرضيات لابد من إنجاز النشاط الأول والثاني بالنسبة للكتاب المدرسي طبعا الصفحة 79. إذن بالنسبة للنشاط الأول، أتعرف سبب كسوف الشمس. بالنسبة للشكل الأول كما تلاحظون يعبر عن كسوف الشمس، لدينا الأرض والقمر والشمس. القمر هنا جزء مظلم وجزء مضاء، وكذلك الأرض جزء اليمين مظلم وجزء اليسار مضاء. إذن يدور القمر حول الأرض وينجز حولها دورة كاملة خلال مدة قمرية 29 يوما أو 30 يوما كما لاحظنا بالنسبة لأطوار القمر. نعم، كما قلنا تفسر مختلف أطوار القمر بدورانه حول الأرض خلال قمرية مدتها 29.5 يوما تقريبا. إذن نعم، خلال هذه المدة 29 يوما أو 30 يوما سنجيب عن هذه الأسئلة. إذن أين يوجد القمر بالنسبة للشمس والأرض في شكل واحد؟ لاحظوا جيدا شكل واحد، ثم قوموا بالإجابة على هذا السؤال أعزائي التلاميذ. أين يوجد القمر بالنسبة للشمس والأرض؟ في شكل واحد كما تلاحظون. ماذا يلاحظ السكان الذين يوجدون في ظل القمر؟ يعني هنا في هذا الجانب من الأرض. هل يحدث كسوف الشمس نهارا أم ليلا؟ في أي طور يوجد القمر أثناء حدوث كسوف الشمس؟ لن يجب الإجابة عن هذه الأسئلة لكي نتعرف سبب كسوف الشمس. أما الآن سننتقل إلى النشاط الثاني، أتعرف سبب خسوف القمر. لأن من خلال الشريط يمكنكم الإجابة على النشاط الأول والثاني. يمر القمر أحيانا عبر منطقة ظل الأرض فيختفي لبضع دقائق ثم يظهر من جديد. نعم، ألاحظ الشكل الثاني وأجيب عن السؤالين. كما تلاحظون في الشكل الثاني خسوف القمر، لدينا القمر والأرض والشمس كذلك. نعم، إذن الشكل الثاني يوضح لنا كيفية خسوف القمر. ننتقل إلى السؤال الآن، في أي طور يوجد القمر قبل اختفائه من الأطوار التي درسناها من قبل؟ إذن هل تحدث ظاهرة خسوف القمر ليلا أو نهارا؟ كذلك يجب الجواب على هذا السؤال. إذن
بعد ملاحظتنا وقراءتنا لهذه الأنشطة، سنجيب الآن على أسئلة النشاط الأول. إذن أين يوجد القمر بالنسبة للشمس والأرض في الشكل واحد؟ كما تلاحظون معي أعزائي، القمر يوجد بين الأرض والشمس. نعم أحسنتم. نكتب السؤال الأول: القمر يوجد بين الأرض والشمس أو على استقامة واحدة. نعم ننتقل الآن إلى السؤال الثاني: ماذا يلاحظ السكان الذين يوجدون في ظل القمر؟ نعم يلاحظون كسوف الشمس. نكتب كسوف الشمس. هل يحدث كسوف الشمس نهارا أم ليلا؟ طبعا يحدث كسوف نهارا، لأن الشمس لا توجد ليلا، توجد فقط نهارا. في أي طور يوجد القمر أثناء حدوث كسوف الشمس؟ نعم يحدث كسوف الشمس في طور غياب القمر. نكتب غياب القمر. الآن ننتقل إلى النشاط الثاني: في أي طور يوجد القمر قبل اختفائه؟ قلنا نعم يكون بدرا، قبل أن يختفي يكون بدرا. إذن بالنسبة لظاهرة خسوف القمر، هل تحدث ليلا أم نهارا؟ نعم بالنسبة لكسوف الشمس تحدث نهارا كما قلنا، لأن الشمس لا توجد ليلا، والعكس بالنسبة لخسوف القمر تحدث هذه الظاهرة ليلا لأن القمر يوجد بالليل. أنتقل إلى التخليص: يلاحظ كسوف الشمس نهارا، خلال كسوف الشمس يحجب القمر الشمس لمدة وجيزة من الزمن، ويلاحظ خسوف القمر ليلا، يمر القمر عبر منطقة ظل الأرض ويختفي لمدة وجيزة بعد أن كان بدرا. نعم ننتقل إلى إجابة عن أختبر تعلماتي: ألاحظ الشكل جانبه في أي موضع يوجد القمر عندما يحدث كسوف الشمس وخسوف القمر؟ إذا نبدأ بكسوف الشمس، يوجد القمر في الموضع رقم 3 أي بين الشمس والأرض. ممتاز. نعم يوجد في موضع رقم 3. أما بالنسبة لخسوف القمر، لأن قلنا القمر يحدث ليلا، إذن يوجد في موضع رقم 2 أي الأرض بين، هي التي توجد بين القمر والشمس. نعم إذن خسوف القمر عندما يمر القمر عبر منطقة ظل الأرض ويختفي لمدة وجيزة، إذن نعم في الموضع رقم 2. والآن أعزائي هذه هي أجوبة عن النشاط الأول والنشاط الثاني، وأختبر تعلماتي كذلك: يوجد القمر بين الشمس والقمر، يلاحظ السكان في ظل القمر كسوف الشمس، يحدث كسوف الشمس نهارا، أثناء حدوث كسوف الشمس طور القمر هو غياب القمر كما تلاحظون. أجوبة على النشاط الأول. أما بالنسبة للنشاط الثاني: الطور الذي يوجد القمر قبل اختفائه عندما يكون بدرا، وتحدث ظاهرة الخسوف ليلا، وأختبر تعلماتي، قلنا الكسوف في موضع 3 والخسوف في موضع 2. شكرا أعزائي على حسن انتباهكم، إلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله.